السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، كيف حالك؟ إني أحبك في الله. حبك الله. لو سمحت يا شيخ استفساري بعد إذن حضرتك، في واحد وهو رايح الشغل أو راجع من الشغل معاه عربية، ساعات بيوصل زمايله اللي بيقابلهم في الطريق، أو هو طارق راجع من الشغل في بنات بتركب معاه برضه زمايله بيطلبوا يوصلوه أو يوصلوا يركبوا معاه يعني يروحهم في طريقه، فهل في هذا شيء؟ في خلوة بتحصل، يعني ايه؟ يعني انت واحدة فقط، انت وبنت شابة فقط، احيانا واحيانا لا احذر من هذا. هو بيركبهم ورا مش قدام مش جنب. وخاص في الاماكن بينها بون شاسع، يعني المكان الذي انت فيه في ومكان انتقالكم بينهما مسافات فارغة، لا في مدينة، في مدينة مدينة اهلة بالسكان، للضرورات يجوز وتكون كما تفضلت في الخلف حيث لا فتنة، أما إذا وجدت الفتنة فابتعد عن كل صورها.